مرحبا اصدقائي، كيفكم؟ معكم نايم من قناة نيمو. الفيديو تبعنا اليوم بيحكي عن تحديات الاسبوع الاول لسيزون 2 شابتر 2. فاذا انت اول مرة تشاهد عند المقطع على القناة، يا ريت تشترك، فعل زر الجرس وحط لايك للفيديو واكتب كومنت حلو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتساعدني على نشر الفيديو اكثر واكثر. هلا انا تاخرت شوي بالفيديوهات، تمام؟ تاخرت بالتحديات. ليش؟ لسبب. السبب لاني انا ما كنت فهمان شو التحديات وما كنت فهمان شلون. عشان اكون صريح، من البدايه انا دخلت مواقع اجنبيه ودخلت يوتيوب اجنبي، واحد يوتيوبر اجنبي عنده شي 5 مليون، اخذت منه شلون التحديات وفهمت الفكره. عشان نكون متفقين، الموضوع مو موضوع سر، الموضوع بس انا ما فهمت الفكره وما عندي خلفيه كامله عن هدول التحديات، لانه تحديات جديده وشكل جديد وصعبين كثير. فانا جمعت لكم اياهم ورح اشرح لكم اياهم هلا وحده بوحده بالتفصيل. هاي الترابيزه انسوها، يعني هاي الترابيزه حاولوا تنسوها، وهي الارقام حاولوا تنسوها، لانه هاي الارقام ما لها فائده بالنسبه لنا وما لها اي لزوم. يعني لانه شو فكرتها؟ فكرتها انه هدول الارقام بحددوا لك المكان يلي بيعطي كذا مهمه. مثلا في مكان تقدر تخلص فيه 3 مهمات، في مكان تقدر تخلص فيه مهمه، في مكان تقدر تخلص فيه 3 مهمات وهيك. انا قبل ما كنت عارفانه وحكيتها بالفيديو السابق انه منعاد، هو فعلا منعاد، بس بتقدر تخلص التحدي بهذا المكان. مثلا مثل هذا يلي هو بدك تزور 3 اماكن، الثلاث اماكن موجوده هون وهون وهون، هن حاطين لكم مساعده انه 3 اماكن وين محطوطين، بس شوي صعبين وما رح تفهمون زياده. فانت خليك مع الشرح تبعي خطوه بخطوه، شو هنن وشلون تخلصهم وشلون تساويهم كلياتهم. لنبلش بالشرح وفهمكم شو مبدا التحديات بهذا السيزون. هاي مبداها كالاتي، مثل ما شايفين هون، بتفوتوا على هاي المنطقه هون بتلاقوا هدول. الاسبوع الاول طلع الخاص بهذا الشخص، والاسبوع الثاني خاص بهذا الشخص. يعني هذا اسبوع اول وهذا اسبوع ثاني. لما انت تخلص تحديات حيفتح عندك تحديات جديده. فهي الفكره كلياتها طلعت انه ما في مثل قبل، رجعت باسماء مثل ما شايفين بروتوس، اللي هي رجعت المهمات باسماء مثل السيزون اللي قبل هذا، شلون كانت كل مهمه لها اسم. فهي هي الفكره كلياتها. هلا هي الصوره ظاهره امامكم، رح اشرح لكم كل شيء، وين اماكنهم وشلون تخلصهم وحده وحده. انت كل اللي عليك انك انت تمشي بالترتيب. مثل ما شايفين اول شيء التحدي الاول، انت امشي معي بالترتيب وبتخلص المهمات، لا تطلع على التربيزه ولا شيء، انت مجرد ما انك تطلع على المهمات اللي انا عم بشرحها وحده بوحده بتخلصهم. والتحدي الاول اللي معنا هو بدك تفتح شيست باماكن جروتو وذا شارك. هدول المكانين رح اعرض لكم اياهم وين. كل عليك انك انت تنزل تفتح هون صناديق وهون صناديق بماتشات مختلفه وين ما كان، يعني بهذا المكان او بهذا المكان، وبتخلص هذا التحدي. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تدمج الهنشمن. الهنشمن هن عبارة عن بادي جارد، او بتقدر تقول يعني البوتات اللي نزلوا، خلينا متفقين انه اسمهم هنشمن. هدول بينزلوا باماكن جديدة، نزلوا بالاماكن الجديدة مثل بوسط الجزيرة وبمحطة البترول وكل شيء، اماكن جديدة نزلت لح تلاقوها موجودة هدول الاشخاص بهذا المكان، تمام؟ هدول اسمهم هنشمن. هدول كل عليك انك انت تنزل وتدمجهم 2000 دمج، ورح اورجيكم فيديو شلون بتنزل بتدمجهم مشان تنحسب لك المهمة. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تفتح ابواب عن طريق الاي دي سكانر. هذا كيف بتساوي هذا التحدي؟ كل عليك انك انت تنزل بنفس الاماكن نزلت فيها اللي فيها الهنشمن او هدول البادي جارد. كل عليك انك انت تنزل وتنوك واحد فيهم، بعد ما تنوك الواحد هاد تحمله تشيله يعني، وتروح فيه على باب. هذا الباب بتروح عليه بتحط عليه وش هذا البادي جارد وبيعمل له مسح بالاي دي سكانر. بدك تعمل 3 مرات هذا الشيء بماتشات مختلفة، يعني بكل ماتش تنزل تنوك واحد تحمله على ايدك وتحطه على السكانر، خليه يمسح وشه السكانر يعني او البصمة، وهيك انت بتكون خلصت التحدي هاد. بدك تعمله 3 مرات ب3 ماتشات مختلفة وبتكون خلصت. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تفتح
امو بوكس، هذا اسهل تحدي نزل معنا، اللي هو بدك تروح بسبع اماكن وين ما كان بتلاقيهم هدول، بدك تفتح سبع سندي زخيرة بماتش واحد، يعني بدك تنزل باي مكان من الماب بمكان مسمى، يعني خلينا نحكي تفتح سبع سندي زخيرة بنفس الجيم مشان نحسب لك هذا التحدي. والتحدي اللي بعده اللي هو معنا بدك تفوت على الكلبة تبع التليفون، اللي هي بتجي لونها احمر مثل مظاهرة امامكم، بدك تنزل بهذا المكان وتفوت عليها تتخبى، بدك تعمل هذا الشيء 3 مرات ماتشات مختلفة. هذا الشيء بتلاقوه بالأماكن الجديدة وبتلاقوه بإرنة قريبة على سليربي، طلعت معي أنا شخصيا رح ورجيكم وين بتنزل، بدك تفوت على هذا المخبأ 3 مرات وبثلاث أقيام مختلفة وبتكون خلصت التحدي. والتحدي اللي بعده اللي هو شوي صعب بدك تركز فيه شوي، كل اللي عليك انك انت تنزل بالاماكن الجديدة اللي هي وسط الجزيرة او محطة البترول، هدول اكتر اماكن مشهورة، كل اللي عليك انك تنزل بهذا المكان وبتلاقي الهانشمين اللي هن البادجارد هدول اللي ظاهرين امامكم، كل اللي عليك انك انت تنزل تتخبى، يعني تتخبى ورا شيء قريب عليه 20 متر لمدة 10 ثواني. الموضوع كتير صعب وبده بده شرح كتير، يعني كل اللي عليك انك انت بتنزل جنب هذا الهانشمان تمام، وبتقرب عليه بتلاقوا صار عليه اشارة استفهام او تعجب، بس لا تخليه يشوفك، هو مجرد رادار عم يطلع يمين وشمال، لا تخليه يشوفك، قرب عليه مسافة 20 متر من 0 ل 20 متر يعني، وتخبى وراه من غير ما يشوفك او يطلق عليك النار حتى. يعني تحدي مثل مظاهر امامكم بالفيديو، هيك بدك تساوي، بدك تعمل هذا الشيء لمدة 10 مرات، هذا الشيء بدك تعيده 10 مرات، مو شرط جيم او جيمين، وممكن تنحسب لك تخبايتين اذا كان في 2 هانشمين بدي جارد بجنب بعض، ممكن نحسب لك شخصين، يعني كلها هيك الفكرة انه الشخص ما يشوفك وهو يضل عم يدور وما يضرب عليك وانت تكون متخبي ورا اي شيء، علبة، برميل، اي شيء لازم تكون متخبي ورا. التحدي اللي بعده اللي معنا انك انت بدك تكون حامل شيلد او بانديج، مثل مظاهر امامكم بالمقطع هذا اليوتيوبر الستريمر حامل باندج راح رماها يعني اترمت معه، كل عليك انه هن يكونوا معك بالعناصر تحت، يعني معك بالشنطة تبعك، وترمي هذا الايتم 3 مرات، بس انك بدك ترميهم هن بايدك لناس او بدك ترميهم وخلص، بس هذا هو التحدي، سهل كتير. والتحدي اللي بعده اللي هو معنى انك انت بدك تقتل شخص يكون شيلدك تبعك او الهيل تبعك 100، كيف يعني؟ يعني مثلا هيلك 50 والشيل تبعك 50، المجموع كله 100، لازم تكون انت عندك 100، الاخضر والازرق لازم يكونوا 50 ب50 او 100 او فل، كل عليك انك انت تقتل شخص والهيل تبعك او الشيل تبعك مجموعين مع بعض فوق ال100، او اذا هيلك 100 كامل كمان مو مشكلة، او اذا شيلدك 100 وهيلك 5، المهم شيء فوق ال100 العدد يكون مجموع الاثنين او الواحد الفردي، بدك تقتل 5 اشخاص بهالحالة، هي انت وهيك الهيل تبعك والشيل تبعك وبتكون خلصت التحدي. والتحدي اللي بعده اللي هو بدك تنزل بثلاث اماكن تهبط فيها، اللي هو المنتجع والجبل ومنطقة المنارة، هدول ثلاث اماكن رح اعرض لكم اياهم واحد واحد، كل عليك انك انت تنزل بهذا المكان من الباص تهبط عليه دغري، مو تزوره، يعني تنزل من الباص وتهبط بالمكان. And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.
والتحدي الاخير اللي معنا هو سهل كتير وما في يعني بسيط. كل عليك انك انت تكون حامل مثلا شوتجان وتكون حامل اس ام جي، مثلا تضرب ضربة شوتجان وتضرب ضربة اس ام جي خلال 10 ثواني، يعني بدك تدمج بسلاحين خلال 10 ثواني، مش شرط شوتجان واس ام جي بس هي اغلب الناس هيك بتعملها. انا واحد من الناس هيك اللي عامل التحدي انك انت تضربه بسلاحين بنفس الوقت اللي هي اقل من 10 ثواني. واتمنى هيك تكون انت عرفت التحديات شلون، والتحديات ان شاء الله يلي بعدها بس لا يفتح مثل المظاهر هون امامكم، لا يفتح لكم اياها بس لا يفتحوا هدول، انت هيك بتكون خلصت هدول التحدي ومنفوت على هدول التحدي بعد 13 يوم. انا هيك فهمت التحديات اللي حتصير باللعبة وهذا اللي فهمته. ولا تنسوا تشيكوا على المقطع القديم مشان تعرفوا حكاية ديد بول مشان السكين تبعه. واذا عجبك المقطع ياريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وحط لايك للفيديو واكتب اي كومنت حلو مشان يوصل لاكبر عدد من الناس. بحب اتشكر كل شخص اشترك بالقناة وكتب لي كومنت حلو. الله يسعدكم كلياتكم على الدعم، كتير كان حلو واللي حفزني. وبرد بقول الف مبروك للثلاث اشخاص اللي اخذوا الجيف اوي، وان شاء الله ان شاء الله كل تاني اللي حيكون في جيف اوي بس لاخذ كود لايتم شوب ولحتى اقدر اوصل لالف مشترك. وحاولوا وصلوني لالف مشترك انتو، وشكرا على المشاهدة وبرعاية الله.